تساؤلات عديدة أثيرت خلال الأيام القليلة الماضية حول إمكانية حضور الأسد لقمة المناخ المقرر عقدها الخميس المقبل في الإمارات بعد توجيه دعوة رسمية لبشار الأسد، حتى أكدت التقارير الصحفية أن الأسد لن يحضر لسبب غير متوقع. فما القصة؟ صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري أكدت أن رئيس وزراء النظام السوري حسين عرنوس هو من سيترأس الوفد السوري المشارك في قمة المناخ COP28 إلى جانب وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف. وبحسب موقع تلفزيون سوريا فإن بشار الأسد لن يحضر القمة المقررة عقدها في الإمارات رغم توجيه دعوة رسمية له، وذلك بسبب المذكرة التي أصدرها القضاء الفرنسي مؤخراً بحقه وشقيقه وعدد من معاونيه بعد توجيه تهم بارتكاب وقائع كبرى بحق السوريين في صيف العام 2013 في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وتعتبر دعوة الإمارات للأسد لحضور قمة المناخ هو أول مؤتمر دولي يدعى إليه الرئيس السوري منذ العام 2011.